بداية يعني إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراق أبناء شعبنا لمحزونون، يعني ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أول معركة كبرى فاصلة بين الحق والباطل كانت بدر، وقع شهداء 14 واحد. يعني لما يبقوا في معركة حربية شهداء 14 واحد، ولما يخرج شباب رايح يروح عن نفسه، رايح يتفرج على ماتش كورة، ويخرج ويسلم على أهله أو ياخد مصروف من باباه، رايح يتفرج على ماتش كورة ويرجع لهم مكفن. أنا آسف المقاطعة، معانا مداخلة من الأستاذ الدكتور محمد سليم العوة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. دكتور محمد السلام عليكم. دكتور محمد البقاء لله. البقاء لله دكتور العوة. يا دكتور سليم. دكتور محمد. ايوه. البقاء لله. ان الله ان اليه راجعون. سيدي الله يرحمهم الشهداء. ما هو تعقيبك على هذه الاحداث المؤلمه؟ والله يا اخ عمرو انا شايف ده مخطط متعمد لاغراق البلد، انهاء الدوله المصريه، القضاء عليها تماما. الو. انا معاك، اتفضل يا فندم اتفضل. مخطط متعمد لاغراق الدوله المصريه في دوامه تمنع الانتقال الديمقراطي للسلطه. اللي حصل في الاستاد في بورسعيد، واللي حصل في الاستاد في القاهره، وقبله بالثلاث ايام اللي فاتوا حوادث السطو المسلح التي ليس لها سابقه في تاريخنا على البنوك وعلى السيارات نقل الاموال، هذا كله غير معذور بعضه عن بعض. والشهداء الله يرحمهم ويواسي اسرهم، والمصابين ربنا يشفيهم، عملوا بقسوه وغلظه قلب بشعه. القتل ده كله تم بالعصريه وبالاسلحه البيضاء. مين في ماتش كوره عشان منافسه يقتل اخوه المصري بالسلاح الابيض او بالشوم وبالنبوت وبالعصايا؟ هذا كله لا شك انه جزء من مخطط كبير ضياع الدولة المصرية، ومصر إن شاء الله لن تضيع والدولة لن تسقط. أنا الحقيقة بحمل المسؤولية يا أخ عمرو لوزارة الداخلية، اللي عرفت إنه الأمن كان موجود في ملعب بورسعيد ولم يفعل شيئاً، وبحمل المسؤولية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لأنه هو مسؤول عن إدارة البلاد، وبناشد مجلس الشعب إنه يعقد جلسة فورية بكرة يدعو فيها وزير الداخلية ويستجوبه ويحاسبه ويسحب الثقة منه، ويوجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يعفيه من منصبه فورا إذا كان ده الإجراء، وإذا رأوا إجراء أشد من ذلك يخدوه، لأنه لا يعقل إنه أمن الدولة يبقى واقف في الميدان في الملعب والناس تتضرب وتموت وهو لا يحرك ساكنا. ده مخطط إجرامي لا يمكن الشرطة تسكت عنه. فأنا أرى، لكن في تقديرك يا دكتور عوا، مين اللي ورا هذا المخطط الإجرامي؟ أعداء الوطن اللي حرقوا المجمع العلمي، اللي حرقوا وزارة الري، اللي حصروا مجلس الوزراء حوالي شهر من جهة دخول الدكتور الجنزوري. في مخطط محكم لسقوط الدولة. كل ما يخفق في مكان يعملوه في مكان تاني. الآن بيعملوه في عدة أماكن في وقت واحد لعل القوة التي تحمي الوطن لا تستطيع أن تصدهم، لكن هذا الوطن باق والناس هتحميه بصدرها وأبنائه مش هيفرطوا فيه. وينبغي أنه الدولة المسؤولة في أمامنا وهي المجلس على القوات المسلحة والحكومة تظهر هذه العناصر، وطبعا ده شرف جوه ملعب يقدروا يمسكوا اللي عملوه، يمسكوهم ويشوفوا دول مين، انما ما يتركوش الامور فوضى كده. طيب ماذا تطلب من الجلسه الطارئه لمجلس الشعب غدا دكتور؟ اطلب منها ان تستدعي وزير الداخليه ورئيس الحكومه وتستجوبهما عما حدث، وتتخذ قرارا مناسبا في شان وزير الداخليه بحب في ضوء ما يثبت من مسؤوليته وعدمها. انا بشكر جدا الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه. اهلا دكتور. كنا نتحدث عن غزوة بدر وأن الشهداء في غزوة في معركة حربية المسلمين افتقدوا 14 شهيد. احنا كنا في معركة، واحد بقول لحضرتك شاب خرج يتفرج على ماتش كورة رايح يروح عن نفسه، هب أن الشاب ده هو أخونا أو ابننا، واحد ابنه راح يتفرج على ماتش في الاستاد يرجع له في كفنه. ايه وقع ده على النفس؟ يعني فعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما.
أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في الدماء، وده الشيء ده حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أكده كمان في خطبة الوداع. ما خطبة الوداع دي كانت البيان الشامل الكامل الوافي الختامي لهذه الأمة. فيقول إن دماءكم، أول حاجة الدماء، وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. سيدنا عمر يعني الدكتور سليم العوا ربنا يبارك له، مسؤولية الراعي، يعني سيدنا عمر لما يقول لو بغلى بالعراق تعثرت لسئل عنها عمر. طب هو عمر ماله مال العراق دلوقتي؟ عمر قاعد في المدينة المنورة، مش مقر الخلافة كان في المدينة المنورة؟ ليه؟ لسألني الله عنها يوم القيامة لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. يعني احنا لو الماتش ده كان بيتلعب في استاد وما فيش حراسة على الاستاد برضو مسؤولية ولي الامر، ازاي ما حطتش حراسة؟ طب ان كنت لا تدري فتلك مصيبة، وان كنت تدري فالمصيبة اعظم. يعني لو لم يتواجد الامن كارثة، طب وتواجد الامن ويسقط 80 روح 80 نفس، ده تأتي هذه النفس يوم القيامة، يأتي المقتول كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي المقتول يوم القيامة آخذا بالقاتل ويقول يا ربي سل هذا لما قتلني، يا ربي اسأله هو ليه قتلني. قضية إراقة الدم ده من أخطر ما يقود. قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، شرك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله. ما قالش قتل النفس المؤمنة، قتل النفس المسلمة، أي نفس بشرية. يا أخي الكريم نحن مشايخ وبتجيلنا استفسارات من الناس، يجيلك تليفون واحد يقول لي مش جاي لي نوم، مش قادر أنام يا شيخ، أنا تعبان يا شيخ. إيه يا عم إيه اللي حصل؟ كنت ماشي بعربيتي صدمت قطة. صح، بيحصل ولا بيحصلش؟ ما بنقدرش. يقول لك من قتل عصفور، النبي يقول كده عبثا، العصفور ده يأتي يوم القيامة يا رب ده فلان ده قتلني. قضية هو الدماء رخيصة عند الناس كده؟ يعني هي المسألة بقت وصلت ان 1000 مصاب، خبر اسود، 1000 مصاب، ده ما حصلتش في غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم تجاوزت 20 غزوة، ما حصلش في التاريخ الإسلامي مع رسول الله، على في سيرة رسول الله العطرة، ان العدد ده ليه؟ عشان ماتش كورة. واحد شاب راح يروح عن نفسه، روح القلوب ساعة وساعة، يرجع لأهله متكفن. نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته، وأن يلزم أهليهم وذويهم وشعب مصر الصبر والسلوان. والله شيء في غاية الحزن والأسى. يعني أنا بتخيل، هل التعصب إن ده إبن؟ التعصب، هل التعصب ممكن يؤدي بنا في النهاية إلى القتل؟ لا لا، هو هل احنا وصلنا الى هذه المرحله المتدنيه من الاخلاقيات ان احنا ممكن التعصب والغضب يوصلنا للقتل، ان احنا نقتل بعض نموت بعض؟ شوف حضرتك النبي عليه الصلاه والسلام، احنا في شهر الربيع، ودي كارثه ان يحصل ده كمان في شهر الربيع، الشهر الذي ساعدت فيه البشريه بقدوم رسول الله عليه الصلاه والسلام. لما القران عبر عن وصف رسول الله فقال وما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة للعالمين. رحمة، رحمة للعالمين. يعني هي دي الرحمة للعالمين؟ لما النبي عليه السلام يقول إنما بعثت رحمة مهداة، يعني هدية، رحمة للناس كلها، هل هذه هي الرحمة؟ يعني حضرتك بتقول التعصب، طول عمرنا خلينا نكون صراحة في تعصب، لكن هل التعصب عمرنا وصل التعصب للقتل؟ يعني هل التعصب يصل إلى قتل 80 نفس؟ ليه ده كانوا بيعملوا إيه؟ ليه وبعدين على حسب البيانات الواردة حتى الآن، وربنا يستر في اللي جاي، إحنا ما نعرفش بقية البيانات إيه. صحيح. على حسب البيانات الواردة حتى الآن، 80 قتيل دول اللي نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في عداد الشهداء، اللهم آمين. 80 دول هل هم من نادي معين؟ يعني هل هم أهلوية؟ ولا منهم من نادي الأهلي والنادي المصري؟ ومنهم من رجال الشرطة؟ كل من الكل. ده بإيه ده؟
يعني ازاي هنقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ يرحم الله شوقي بي بي بيقول في مناجات لرسول الله، بيقول له شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. هو ربنا اللي احنا بنصلي خمس فرائض في اليوم وبنقرأ الفاتحة وبنقول بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، يرضى ان الأمة تبقى عاجزة والناس عندها خرس حتى في الكلام، ان 80 قتلى و1000 مصاب، ذنبها ايه الام الثكلة دي؟ يعني ام كده قاعدة في بيتها ويتقال لها انا لله وانا اليه راجعون. ده ابنها ما كانش في معركة حربية، ده لو في معركة حربية هتقول احتسبته عند الله، ده كان خارج يجاهد في سبيل الله، ده يعني ده شاب جريمته ما عملش حاجة، ده راح يتفرج على ماتش كورة. فهل ده تعصب؟ انا شايف ان ده مش تعصب. طول عمر الأهلوية أهلوية والزملكاوية زملكاوية، وكان الأهل يكسب الزمالك مش عارف يكلم الأهلوية، وإحنا مع بعض كده يعني المداعبات دي موجودة، السجال ده موجود، لكن ما يصلش إطلاقا إلى حد القتل. مش هي دي الرحمة اللي علمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا يعني من هذا المنبر إحنا أكدنا على أول حاجة لزاما علينا في أعناقنا، إن إحنا بنعزي أنفسنا وبنعزي أهلينا زي ما النبي علمنا عليه الصلاة والسلام. الحاجة الثانية إن النبي يقول ادعوا لأخيكم وأخلصوا له الدعاء. بندعو الله تبارك وتعالى أن يتغمد هؤلاء بواسع رحمته، وإنه يلزم علينا وعلى أهليهم، ما هو دول ولادنا، الصبر والسلوان. الحاجة الثالثة محاسبة المسؤول. سيدنا عمر رضي الله عنه الفاروق عمر، لما سافر له واحد من مصر للمدينة المنورة بيقول له وليك على مصر، المسؤول اللي انت مسكته مصر. قال له عمل لك ايه؟ قال نفقني. قال لي يا منافق. قال له شتمك؟ ده مش قتلك؟ ده مش فرط في دمك؟ ده مش روحك هينة عنده؟ قال له شتمك؟ قال له قال لي يا منافق. فكتب عمر رسالة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى والي مصر، كان اسمه إيه؟ عمرو بن العاص، إلى والي مصر العاص بن العاص، إذا جاءك خطابي مع الرجل وأقام عليك الحجة فاجلس ليضربك 40. وجلس عمرو بن العاص في وسط المسجد بعد ما الرجل قام كده وقال أيها الناس أستحلفكم بالله من سمع والي مصر نفقني، قال لي يا منافق إلا قام وشهد. فقام عامة أهل المسجد. الدولة الإسلامية ال- 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 الكرامة الكلمة، ما كانش من حق الوالي إطلاقا أو الحاكم أنه يسيء إلى أحد رعيته. طيب إحنا وصلنا دلوقتي إلى أنه الدماء بقت تسيل، طب مين اللي مسؤول عنها؟ يعني مين اللي مسؤول؟ والله أنت مش قد المسؤولية، تنصل أنت عنها، ابعد أنت عنها، ويجي من يتحمل هذه المسؤولية. يبقى اللي فرط في دم القتلى أو دم الأبرياء، إن الله حرم على الأرض أن تشرب الدماء، ربنا حرم على الأرض أن تشرب الدماء، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لماذا؟ لعلكم تتقون. والجنة في الآخرة مش محجوزة لحد إلا المتقين. قال الله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. مش هنصل إلى تقوى الله إلا أما نأخذ على يد الظالم، إلا لما يبقى في قصاص. ربنا اللي قال كده ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ليه؟ لعلكم تتقون. فإذا أردنا أن نصل إلى التقوى فلا بد من تطبيق القصاص، ولن نصل إلى التقوى إلا بتطبيق القصاص، وإذا لم نصل إلى التقوى فلن يدخل الناس الجنة، لن يدخل الجنة إلا المتقون كما قال الله تبارك وتعالى. يبقى الأخذ على يد الظالم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ على يديه. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يجي حضرتك اللي عليها قسط تلاجة 200 جنيه وانت يعني ما شاء الله لك باع في هذا الأمر في برامجك الاجتماعية، حضرتك تلاقيها محبوسة، اللي عليها قسط 200-300 جنيه محبوسة،
واللي تسبب في إغراق 1200 واحد ينعم. إيه ده؟ النبي قال لا 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 لا، ده سبب الهلاك. يعني إحنا عايزين ننجو بمصرنا؟ عايز تنجو بمصر؟ إذا سرق الشريف أقم عليه الحد، كما أنك تقيم الحد على الضعيف. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. عرفنا إحنا في محنة ليه؟ عرفنا إحنا في أزمة ليه؟ لأن عندنا الحد النهاردة في ازدواجية، في خيار وفقوس، في ناس لحد النهاردة لسه ما تحسبتش، في ناس بيقولك دول فوق القانون. ما فيش حد فوق القانون. النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة هو اللي علمنا ده. فقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. صح ولا لا؟ يعني من الرحمة ان انا اخذ على يد الظالم حتى لا يظلم مرة. اسمح لي مولانا، احنا نروح لبورسعيد الاستاذ محمد ياسين الكاتب الصحفي زميلنا مدير مكتب الاهرام في بورسعيد، نتعرف منه على اخر الاخبار. استاذ محمد مساء الخير. استاذ محمد اهلا بيك. ايه اخر الاخبار عند حضرتك في بورسعيد استاذ محمد؟ الاخبار طبعا الوقت يعني طبعا يعني الوفاة وصل ل 73 74 متوفي، والاصابات طبعا يعني في ناس كتير يعني اتعالجت وسافرت. وطبعا حضرتك عرفت بالطيارات لسه دلوقتي الطياره رقم 3 لسه نازله في مطار الجميل بتنقل الطياره الاولى نقلت الفريق النادي الاهلي وطبعا المشجعين في المدرجات دلوقتي. حتى الان الامن بيشرف على عمليه الـ الـ هل تم اجلاء جميع جماهير النادي الاهلي الى القاهره؟ بالظبط كده، وان القوات المسلحه بدات تشرف على حتى على الطريق، في ناس معاها عربيات تطلع على الطريق، والمجموعه الثانيه طلعت في الطيارات الحربيه. واعتقد ان دلوقتي ما عادش قدام اكثر من 150 او 200 واحد اللي موجودين دلوقتي، وخلاص ممكن بالظبط كده على ساعه نص ساعه يكون كله انتهت عمليه الاجلاء الكامل يعني. نعم، يعني جت لنا معلومات الحقيقه على ان شعب بورسعيد كله دلوقتي يتوافد على المستشفيات للتبرع بالدم، يعني مظبوط؟ بالظبط فعلا استاذ عمرو. وطبعا انا برضو يعني اذا سمحت لي من خلال قناه محور محترمه وحضرتك اتفضل، احنا طبعا بنقدم العزاء وبنتاسف. ناس كتير في بورسعيد حزنانه جدا، خاصه الشريفه المحترمه اللي كانت بتشاهد في المباراه في التلفزيونيه في التلفزيون. الناس كتير اسر كتير نزلت للمستشفيات وتتبرع بالدم، اسر بالكامل يعني اسره باولادهم اهاليهم كلهم، ناس كتير موجوده المئات موجوده الان ومستعدين للتبرع بالدم. وفي ناس يعني عرضت ان هي تقدم اي شيء بعيدا يعني حتى مش الدم فقط، اي شيء يحتاجه اي مصاب. الناس جاهزه والناس حزنانه جدا، والناس حزنانه في بورسعيد، لان مش ده طبع الشعب البورسعيدي. الشعب البورسعيدي انت عارف حضرتك فيهم ناس كتير، ناس كرماء وناس محترمين، لكن اللي بيحصل ده ما يرضيش اي حد على الاطلاق، ولا زي ما يعني ما ضيف حضرتك الكريم. هل النيابه العامه بدات في التحقيق؟ يعني سمعنا ان هناك اجراءات تحقيقات سريعه جدا بتعليمات من السيد النائب العام، هل بداوا التحقيقات؟ هو طبعا في تحقيقات دلوقتي بتتم مع المقبوضين اكثر من 40 50 40 بالظبط مقبوض عليهم دلوقتي. هو في كم واحد مقبوض عليهم تقريبا؟ حاليا حتى اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها بالظبط دلوقتي 40 فرد، وطبعا ده عدد انا من وجهه نظري عدد قليل يعني 40 فرد. لا في ناس اكثر من كده يعني برضه، وانا اتمنى ان ما يكونش حد يتاخد كده يعني زي ما كنا من يعني اللي عملوا اقل من اللي ماتوا؟ بس بالظبط كده يعني. فانا طبعا انا دلوقتي اللي انا سمعته دلوقتي من النيابه ان الست المنشره مدير محمود في طريق البورسعيد للمباشر الاتحاد بنفسه، ونتمنى يعني نتمنى ان ربنا بس الاول. سمعنا عن انباء وتسريبات صحفيه عن هناك تغييرات في القيادات الامنيه في بورسعيد، ماذا صحت هذه المعلومات؟ يعني شوف طبعا حتى هذه اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها طبعا مفيش حاجه رسميه، لكن طبعا كل التوقعات وكل المؤشرات بتؤكد طبعا ان في اكيد احنا تعودنا ان بيبقى في حاجه بيبقى في رد فعل من القياده في مصر، المسؤولين في مصر سواء المجلس العسكري او رئيس الوزراء. انا اعتقد ان طبعا في كل الاتهامات او كل الناس بتلوم الامن والمحافظه، فانا اعتقد ان في اكيد هيحصل تغييرات، لكن حتى اللحظه دي مفيش، حتى هذه اللحظه بكلم حضرتك مفيش اي قرار رسمي. وانا اعتقد ان طبعا مش ممكن يطلع قرار الا ما يكون حتى على الاقل في تحقيقات ممكن يطلبوهم في مجلس الشعب بكره زي ما سمعنا في جلسه عاجله ممكن يطلبوهم يستمعوهم بكره. اعتقد القرار ممكن يطلع بقى سواء باي قرار، اعتقد ممكن بكره ولا بعده كتير قوي يعني. ان شاء الله. بشكرك جدا استاذ محمد مدير مكتب
الأهرام في بورسعيد، تكدير السلم وإثارة الفزع بين الناس وسرقة الناس ودار مسنين نخش حد يخش يسرقها، ويعني الحقيقة حالة الحالة اللي احنا بنشوفها النهاردة ده، يعني أولا يعني حكم الإسلام على الذي يقطع طريق، حكم الإسلام على الذي يقتل لمجرد التعصب، حكم الإسلام على الذي يسرق من إنسان، يعني لازم نوضح أو نفهم الناس حكم الإسلام إيه. صحيح والله، عشان الناس تستوعب ده. والله يعني إحنا في أزمة حقيقية، وعلى العلماء ورجال الدين والدعاء، يعني كلنا رجال الدين، أن يوضحوا حقيقة الإسلام للناس. يعني إحنا دلوقتي وصلنا في ثالث نقطة وإحنا بنتكلم عن ما ينبغي في هذه المحنة، وقلنا القصاص العادل. لنا أن نتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وكان مصاب بالحمى آخر أيام في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان بتجيله إغماءات شديدة، وكان يقول صبوا علي الماء، والله إن للموت لسكرات. وبعدين قال احملوني إلى الناس، النبي أراد أن يودع الأمة، قال احملوني إلى الناس، فحمله الصحابة رضوان الله عليهم ودخلوا به المسجد النبوي الشريف، والنبي يهمس وهناك من يبلغ صوته إلى الناس، وإذا برسول الله. تخيل بيقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام، آخر جمل حيقولها في حياته، قال أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه. يا جماعة اللي أنا ضربته على ظهره كده، والنبي عمره ضرب حد عليه الصلاة والسلام، يجي يقتص مني دلوقتي. ومن كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه. إيه ده؟ إيه ده؟ يقولك إيه يعني، نفكر في النص ده كده ليه؟ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، وهو بيعلمنا أن أنا ما ظلمش حد، ماليش علاقة بحد، ما حكمش على حد، إياك والظلم، فإن الله تبارك وتعالى حرم الظلم. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني ما صلاش الظهر معلش روح صلي، طب ما كانش بيصوم معلش ابدأ صوم، لا يزال في إيه؟ في فسحة من دينه، ما لم يصب دما. طول ما هو بعيد عن الدماء نقول له أصل كان بيشرب خمر، معلش ربنا هذا ربنا يغفر لك ويعفو عنك، صح ولا لا؟ صحيح. أصل أخطأ في حق الله، ده قعد 20 سنة ما يصليش، معلش الله غفور رحيم، ابدأ من دلوقتي صلي. ما لم يصب دما، ليه؟ لأن أول ما يقضي الله تبارك وتعالى يوم القيامة في الدماء. المسألة بقى قتل النفس من الكبائر، مسألة ترويع الآمنين وقطع الطريق، ده اسمه حد في الشريعة الإسلامية اسمه حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ده القرآن قال يحاربون الله ورسوله، يعني اللي يخيف المارة، اللي يقطع طريق، اللي يسرق عنوة، ده مش بس بيحارب الشعب، ده مش بيحارب الناس. القرآن يقول يحاربون الله ورسوله، ده بيحارب ربنا والرسول، ويسعون في الأرض فسادا، جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولسه بقى الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عذاب شديد جدا في الآخرة. ليه؟ لأنه بيكسر السياج الأمن بتاع المجتمع، لأن ربنا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. النقطة الخامسة لو احنا بقى بنعد ورا بعض كده، طب عفوا قبل نكمل الخامسة هنروح لقدام نادي الأهلي مع زميلتنا مراسلة البرنامج وفاء بكر، نتعرف على آخر المستجدات. وفاء ايه الاخبار عندك قدام النادي الاهلي؟ مساء الخير يا فندم، مش قادره اوصف لحضرتك قد ايه الاجواء هنا في غايه الحزن والاسف. نهان المتواجدين الان قرأوا الفاتحه على ارواح الضحايا، وتصلى الان كلها صلاه الغائب على الشهداء والمفقودين. الاهالي هنا في انتظار من يطمئنهم على ابنائهم، ومعي الان احد اهالي المفقودين، وجاء اليه خبر عن وفاة ابني وهو اسمه عمرو، عمره 26 سنة. معي السيد محمد حامد يتحدث مع حضرتك. البقاء لله، البقاء لله. البقاء في حياتك، بقاء لله. يشجعوا بيموتوا وما ياخدوا فلوس ولا تموت.
ويحفظوش عليه وما حدش غيره. طيب اعمل ايه؟ طيب ومحترم ما فيش غيره ما فيش حد شايف في الدنيا بتحلم بيه عمره ما حدش شاف منه ما فيش الا في حاله. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يرحمه يا حاج ويتقبله في الصالحين ويجعل مثواه هو واخوانه واقرانه في اعلى عليين ان شاء الله. وان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى وما علينا الا الصبر. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ده جزاؤهم كبير قوي عند ربنا. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. وصدق النبي القائل إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فاصبر واحتسب وإن شاء الله في الدنيا حق ابنك مش هيضيع وفي الآخرة إن شاء الله في أعلى عليين بإذن الله. وفاء معانا؟ أيوة يا فندم مع حضرتك. العدد قد إيه تقريبا عندك وفاء قدام الله؟ يعني أنا لا أستطيع التحدث. القلوب هنا جميعا دامية، الجميع في غاية في الحزن وغاية في الأسف. معي مطالب كثيرة وأسئلة كثيرة يحاول الجميع الاستفسار عنها، ومعي أحد المتواجدين الآن من أمام النادي الأهلي يريد أن يتحدث مع حضرتك. اسمه إيه يا وفاء؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. أنا 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 عم أنا أنا أخو لابن متوفي، أنا عم الولد المتوفي. البقاء لله، البقاء لله. ربنا يكرمك، شكرا. بس أنا عايز أسأل سؤال بس، هل دلوقتي المتوفيين احنا نروح نجيبهم بورسعيد ولا هم يجيبوهم؟ هو حتى الان هو الجثمان في بورسعيد ولا 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 قالوا لك ايه؟ ولا في المستشفى لسه الجثمان ولا فين؟ احنا ما نعرفش، احنا قدام النادي مش عارفين، ما حدش طلع قال لنا اي حاجه. احنا كل اللي قالوا له اصحابه اتصلوا قالوا انه توفى. احنا كان معانا من شويه احد اعضاء المجلس العسكري اللي هو اسماعيل عثمان وقال لهم هيرجعوا المتوفين كلهم بالطيارات. امتى يا فندم؟ يعني ان شاء الله مفترض يكون النهارده يعني هذا الكلام او بكره صباحا بالكثير يعني المفروض يعني. لكن من فضلك انت كمان تسالوا عندكم في النادي الاهلي وتعرفوا يعني اولادكم موجودين فين دلوقتي وهيجوا ازاي. استاذنا النادي الاهلي قافل بيبانه وهربانين، قافل بيبانه وهربانين، مش لاقيين غير السور الحديد قدامنا. طب انا دلوقتي بقى يعني اناشد السيد المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحه رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه، يعني النهارده اسر الشهداء موجودين امام النادي الاهلي مش عارفين سيد المشير مصير ابنائهم ايه، يا ريت يكون في جهه رسميه تبلغهم الجسامين الخاصه بابنائهم هتيجي ازاي من بورسعيد وايه وسيله الانتقال عشان هم يعرفوا هيعملوا ايه ومراسم الدفن بعد كده. يعني انا ارجو من السيد المشير أن يعلنوا من خلال بيان يصدر عن المجلس العسكري أو من خلال الحكومة يقولوا الناس الجسامين هتيجي إزاي هتيجي إمتى. الناس مش عارفة حاجة خالص عن ولادها وطبعا المعروف للجميع أن الوفاة تمت في بورسعيد والأسر كلها موجودة هنا في القاهرة. هذا نداء أوجهه من خلال البرنامج وأرجو أن يكون يتم الاستجابة فورا لهؤلاء. أستاذ عمرو حضرتك معي؟ اتفضل يا وفاء. أستاذ عمرو أحب أن أنوه أنه لا تواجد لأي قوة أمنية موجودة، أسوار وأبواب نادي الأهلي مغلقة تماما، يوجد المئات من الجماهير المتجمهرة جميعا ينادون، يعني هم يدعون أنهم لا يعرفون أين أبنائهم أين سيصلون إليهم. معي أستاذة سيدة محمد حامد أيضا. هي يا وفاء أنا عايزك بس من فضلك لو تقدري تتصلي بأي، إحنا هنحاول نتصل بينهم خلال البرنامج كنا أي عضو مجلس إدارة من أعضاء النادي الأهلي نعرف منهم ايه الاجراءات اللي هيعملوها عشان خاطر تعود الجسامين من بورسعيد. فارجوك اذا وصلت لك اي معلومات بلغينا. معاكي مين دلوقتي؟ معايا استاذه سيده محمد حامد، دي والده لاحد المتواجدين في بورسعيد الان، وهي لا تعرف يعني تريد ان تسالك عن وسيله وصولها الى ابنها، يعني هي مع حضرتك. اتفضلي. الو. هيا يا استاذ عمرو. اهلا اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك. ايه اللي حصل؟ ايه المعلومات اللي عندك؟ قولي لنا. يبدو الاتصال اتقطع. يعني الحقيقه شيء مؤلم ان اب يفقد ابنه مش عارف جثمانه فين ومش عارف يعني فيه. شوف الاب سبحان الله يعني بيقول لك ابني وعمر ما حد بيشتكي منه، ابني في حاله، ابني راح عشان يشجع فريق هو بيحبه يتفرج على ماتش كوره، واذا ياتي اليه زي ما قلنا في بدايه الحلقه يعني في كفنه. النقطه اللي احنا بنقول عليها الايجابيه، يعني احنا شبعنا خطب
ودروس وبيانات وقرارات. شبعنا الكلام ده. احنا يعني العمل عمل رجل في ألف رجل خير من مقولة ألف رجل لرجل. حتى النبي علمنا أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. يعني عشان ندعي ربنا سبحانه وتعالى ونقول يا ربي اصلح حال أمتنا، فعلينا أن نعمل، علينا أن يكون هناك إيجابية، علينا أن الأمة تستيقظ من سباتها، علينا أن يعمل الجميع، علينا أن تعود دولة العدل اللي أول أمر من ربنا إن الله يأمر بالإيه؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الله يأمرنا بثلاث وينهانا عن ثلاث، أول أمر في الثلاثة العدل. فعايزين يبقى الناس عندها إيجابية، عايزين من الآن فصاعدا. عمر كان الناس توقفه في الشارع وتقول له اتق الله يا عمر، لو له مظلمة بيروح ياخدها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يتشاف الخليفة بيجري ورا جمل من إبل الصدقة، لأنه مسؤول عن حراسة شوية جمال، جمل شرد كده فبيجري وراه عشان يجيبه. فعمر بن الخطاب قال أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. شوفوا مسؤولية الحاكم، مسؤولية ولي الأمر. اللهم من ولي من أمر أمتي أمرا فرفق بهم فارفق اللهم به، ومن ولي من أمر أمتي أمرا فشق عليهم فشق عليه. هو ده اللي علمه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. مولانا اسمح لي ونحن يعني نختم هذا الحوار أن تدعو للشهداء وأسر الشهداء وأن نؤمن خلفك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل يا ربنا عليه في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم تقبلهم في عداد الشهداء، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لهم كل شيء حتى لا تسألهم عن شيء. اللهم اجعل خير أيامهم وأسعدها يوم أن يلقوك وأنت راض عنهم، اللهم اجعل خير أيامهم وأسعدها يوم لقائهم بك وأنت راض عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نقسم بك عليك ونتوسل بك إليك أن تجعلهم يا ربنا في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نقسم بك عليك ونتوسل بك إليك، ثبتهم عند السؤال واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اجعل كل واحد في قبره ينادي فيقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اللهم انزل على أهليهم الصبر والسلوان، اللهم انزل على أهليهم الصبر والسلوان. اللهم إنا نقسم بك عليك ونتوسل بك إليك، اجعل يا ربي هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بكل ظالم، اللهم عليك بكل ظالم. اللهم رحمك بشعبنا، اللهم رحمك بمصرنا، اللهم رحمك بأهلنا. اللهم ادفع عن بلدنا المحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. إلهنا ومولانا إله الحق، إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا المحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد مصرنا وأمنها واستقرارها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد هذا البلد بشر فاخذله يا رب العالمين. اللهم من أراد هذا البلد بشر فاخذله يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن ترحم موتانا. اللهم ارحم موتانا،
اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم صغيرنا وارحم كبيرنا، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، ولا تخيب رجاءنا، لا تخيب رجاءنا، وعلى الإيمان توفنا وأنت راض عنا يا كريم. نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف 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 الغمة عن هذه الأمة، ببركة قرآنك العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت. اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا وألف بين قلوبنا. إن ضعفاء فقونا، إن ضعفاء فقونا، إن ضعفاء فقونا. اللهم إنا مرضى فاشفنا، اللهم إنا مرضى فاشفنا. أزلاء فأعزنا، اللهم إنا أزلاء فأعزنا. اللهم إنا حيارى فاهدنا، اللهم إنا حيارى فاهدنا، اللهم إنا حيارى فاهدنا. اللهم احفظ هذا البلد، اللهم احفظ هذا البلد، اللهم احفظ هذا البلد. إلهنا قلت في كتابك وأنت أصدق القائلين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فها نحن يا الله، ها نحن يا الله قد دعوناك كما أمرتنا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، يا مغيث أغثنا. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحم هذا البلد وارحم شعبها برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. أشكرك جدا يا مولانا، أكرمك الله، بارك الله فيك، أشكركم جدا، صباح الخير.